الموضوع داخل في كل حاجه تقريبا، يعني من ضوافر من ضوافرك لحد من راسك لرجليك زي ما بيقولوا يعني. فمن اول بقى نقول الايتمز بتاع اي حته في الجسم هتلاقي فيها جزء ماسكو سكيليتال بالمفهوم الشامل يعني. والجديد ان شاء الله هنحاول نفوكس عليه باذن الله موضوع البريفرال نيرفس الترا ساوند، ودي من الحاجات الحلوه جدا اللي هتفرق معانا جدا في شغلنا ان شاء الله يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده بس يعني هنقول مقدمه بس نفتح السكه كده، لان الموضوع كبير يعني، الموضوع كبير ومحتاج شويه يعني تفاصيل وندردش فيها ونحكي سيناريوهات كتيره والحاجات دي كلها يعني. وهكذا. لو في اي حاجه دكاتره اكتبوها على الشات بس. تمام. النهارده هنتكلم عن قاعده 10 على 10 او 10 باي 10 زي ما بيقولوا يعني. اللي هي فكره ايه ببساطه؟ ان احنا نتعرف على الجهاز اللي هنسوقه ببساطه، في تركاب بس هنقولها كده في بالنسبه للماسكو سكيليتال. ومن الحاجات الجميله اللي هنتكلم عنها بس هاو تو ريبورت اي حاجه في الماسكو سكيليتال الترا ساوند، تركات كده جميله قالوا عليها في الجايد لاينز الحديثه في الموضوع ده. فهنتكلم قبل ما نبدا خالص، وقبل ما يجي لك تقرا الورقه الريكوست اللي جاي لك ايا كان الماس اللي جاي لك او الجوينت الكبير اللي جاي ان احنا محتاجين نعمل له الترا ساوند. هنتكلم بس قبل ما نبدا عن 10 حاجات. البروب اللي هتمسكه اللي هو الاداه السحريه ديت، الماجيكال تول ديت اللي بتطلع بها فايندنج رهيبه جدا، هنتكلم عليها بعض القواعد من اول يعني البروب اللي هنمسكه ازاي، وتبقى قعدتك ازاي على الكرسي وانت شغال لغايه اما نطلع داتا وريبورت نهائي. هنتكلم بقى في حاجات معانا في الجهاز، حاجات طبعا هنراجعها بس هنقول التركات السريعه اللي فيها يعني، من باب ان احنا نراجع بس على الحاجات اللي احنا عارفينها طبعا. وما شاء الله ما دام انت جيت قعدت معانا كده في القعده ديت، واضح ان انت ما شاء الله بقى لك فتره في الالترا ساوند، وبنتكلم بقى في التكات والحاجات اللي هي ممكن ايه نحسن بقى ادائنا في الشغل يعني. فسريعا كده قبل ما نبدا هنتكلم على قواعد الترانسديوسر او البروب اللي هنستخدمه. بعد كده نمسك الجهاز، اول زرار تتكلم فيه الدبس، تظبط الدبس بتاعك. هنتكلم فرق بين جيننج او مابينج او كروما، الفوكال زون وظبطها ازاي، السبليت سكرين عشان المقارنه، دي قاعده من القواعد المهمه جدا في الماسكو سكيليتال الترا ساوند اللي هو المقارنه، ان دايما في ريفرنس ليك، ان في اكيد التو ليمبس يعني في معظم الاوقات مش هيبقوا الاثنين ديزيز، هيبقى في واحد سليم والتاني فيه مشكله، فدايما هقارن بنفس المكان ده في اليمه الثانيه من البادي. طب لو لقيتهم الاثنين بايظين نفترض الجدل، هقارن بنفسك، شمر كده يا باشا، احنا في القلبه مثلا فيه مشكله، شمر وقارن بنفسك على العيان، ما فيهاش مشكله خالص في انك اي حته ظهر يعني، وهكذا. ماشي، هي دي الفكره. بعد كده هنتكلم في الميجرمنتس اللي هناخد بالنا منها، سواء لينير ميجرمنت او سيرفيس اريا. الدوبلر برضو له استخدامات مهمه جدا جدا في الماسكو سكيتال الترا ساوند. الليبلنج ده اللي هو تكتب على الصور، ان انت دلوقتي سيفت صوره وطبعتها او هتحطها في التقرير بتاعك، زي ما هنتكلم في التركات الحديثه بقى لو انت عندك سنتر او كده، هنتكلم بقى في تجويد الشغل وحاجات الاجانب قايلين عليها حلو قوي اللي بداوا الماسكو سكيليتال يعني، فهندردش فيها باذن الله. الاستورج سيستم لازم يكون لك ارشيف بتاعك، صور متسيفه، فيديوهات متسيفه، صور مطبوعه، خلاص تقدر ترجع لها. وفي الاخر ان شاء الله لو الوقت اسعفنا الريبورتنج سيستم، حطوا كده قواعد للريبورتنج سيستم في الماسكو سكيليتال الترا ساوند، بيبر رائعه جدا اتعمل سنه 2014 في غايه الجمال، في غايه الجمال. طيب بعد كده ما نخلص بقى التركات المقدمه السريعه ديت، هنبدا نتكلم فين؟ في الماسكو سكيليتال اليمنتس اللي هو السكان بقى وسبكتينس فات، فيها كلام كتير جدا برضو على فكره، والماسلز، طبيعه الماسل وانواع الماسلز وايه الباثولوجي اللي ممكن نشوفه، التندونز، الماسل دي طالع منها تندون، التندون ده هيمسك في بون، ما بين كل بون وبون في ليجامنت، ما بين كل بون وبون في كارتليج، في بيرز في وفي ساينوفيا، في ثلاثه ماشيين دايما مع بعض اللي هو الارتري والنيرف والفي. خلاص هي دي الفكره ببساطه، الخطه بتاعتنا في الكورس ده ان شاء الله، او في المقدمه اللي احنا هنتكلم فيها دلوقتي. قصه سريعه بس احكي لكم تبين بس اهميه ان انت تكون اورينتد ودماغك فيها الترمينولوجي المهمه بتاعه الماسكو سكيليتال، عشان كلنا او معظمنا بنشتغل دوبلر وبنشتغل سونارات كتير. هتروح تعمل حاله الدوبلر او حاله الدوبلر جايه لك والراجل بيشتكي من كف بين، فتقدر وانت من الخلفيه بتاعتك ان انت فاهم طبيعه الماسلز طبيعتها ايه، لو في تندون فيه مشكله، لو في البون فيها مشكله، الحاجات دي كلها تقولها كومبلمنتري. الدوبلر يا باشا كويس، يا دكتور يا جراحه متسجله ان شاء الله دكتور ايمن، ما تقلقش الدوبلر كويس، بس تقول له كده تك انتر يا باشا، عندنا اكوردنج للبين اللي موجود، عندنا يا باشا في بلانتاري ستندون رابشر، عندنا في ماسل سترين موجود، عندنا في يا فندم
سيلولايتس، عندنا في تينوساينوفايتس، عندنا في حاجات كتيره جدا، نيورايت، حاجات كتيره هنتكلم ان شاء الله عليها باذن الله النهارده. دي هتحسن ادائك في في في, في السونار اللي انت بتشتغله، وطبعا من باب الماركتنج لنفسك، ان انت دلوقتي الراجل جاي تعبان من حاجه معينه وانت رايح دوبلر، دوبلر كويس، بس انت ضفت قلت له سبب الوجع ايه. فمن وجهه نظري الماسوسيت الترا ساوند حاجه قويه جدا جدا. ان شاء الله بعد ما نخلص الجزء الاولاني بتاع الجهاز ده هعرض لكم البرنامج اللي انت سواء انت هتلتحق معانا ان شاء الله بالكورس او لا، هديك البرنامج اللي تمشي معاه مع نفسك. يعني بمعنى ايه؟ هقول لك يا باشا البروتوكول اهوت، وابدا اقرا في المواضيع ديت، اي سورس انت عايزه، اي فيديوهات انت عاوزها، الكلام ده كله. احنا ربنا كرمنا وقدرنا نجمع الداتا ديت من اكتر من 20 كتاب تقريبا تكست بوك لحد 2020، بالاضافه للفيديوهات بتاعت الاي اي يو ام والامريكان انستيتيوت اوف الترا ساوند ميديسن والحاجات اليوروبيان سايت اوف ماسوسيتي الراديولوجي، وحاجات جايد لاينز حلوه قوي مع شويه كلام مكتوبين في الكتب. عملنا الكوكتيل الظريف دوت، هقول لكم على البرنامج دوت ان شاء الله يبقى معاكم وتبداوا في القصه دي. الدكتوره نهله بتقول في صوت، الصوت واضح يا دكاتره ولا ايه؟ ولو في حاجه يقولوا لي يا دكتوره، حاولي بس تظبطي من عندك المشكله. طيب يا دكاتره، قصه بسيطه. كان طفل، كان شاب اسف 25 سنه، دكتور لسه في امتياز خلاص، ويعني الواد كان بياخد حقن كده في الفيمورال، ما اعرفش بقى هو كان اديكت ولا كان بياخد، هو كان عنده سكر، يعني هو عنده سكر فهو بياخد حقن في منطقه الابر ثاي كده. المهم الولد راح اعمل له دوبلر عشان رجله مورمه وكده، فدكتور الجراحه قال محمد اعمل له دوبلر. فانا معايا البورتابل ورحت له البيت، دكتور خير مالك، انا شاكك يا باشا ان احنا عندنا دي في تي. لا مفيش دي في تي، دي تمام. فبص على الحته المورمه، الحته اللي كان فيها ريدنس وهوتنس ديت، لقيت فيها نيكروتايزنج فاشيايتس، لقيت في اير تحت السكن وديفيوز في الديف فاشيا، ومش شايف الماسلز اللي تحتها. فبلغت بسرعه دكتور الجراحه، يا باشا حضرتك احنا دلوقتي عندنا مشكله ان الواد ده داخل في نيكروتايزنج فاشيتس، يعني في جاز فورمينج اورجانيزم موجود في المنطقه ديت وعامل مشكله كبيره جدا. المهم ففورا دخل عمليات، يعني بعدها خلال نص ساعه كان موجود في العمليات من غير حتى اي تحاليل، دخل وفتح على الكلمه دي. الراجل كان ترستد فيا فقلت له كذا، ففتح لقى فعلا في اول ما يفتحوا كده بيلاقوا حاجات مبقلله كده طالعه، كان في فقاعات كده طالعه من الجرح. وقال لي كمان المشكله ان هي بدات تديفيوز على المصل، ربنا يستر الواد ده، ان هو كويس ان اتلحق، بداوا ينضفوا وعملوا ديبرايتمنت ونضفوا من فوق لتحت. الحمد لله الولد دلوقتي كويس. قال الواد لو كان استنى ثاني يوم بس فعلا كده كان حصل له امبيوتيشن. انت دلوقتي نيكروزس دخل في كل حته، دخل في الـ في الـ في الـ في, الـ في المصلز وهيخش على البون وهيحصل له امبيوتيشن. دخل بس الواد اتنضف كويس ودخل عنايه وربنا كرمه دلوقتي ماشي على رجليه والدنيا تمام خلاص. تمام يا دكاتره، اللي عنده مشكله في الصوت يعمل كده ان ميوت في سهم كده تحت ويتك على سكيمت سبيكر، فهو تلاقي حد كاتب اهو الدكتور زميلنا كاتب على الشات، يعني عشان بس لو حد عنده مشكله في الصوت مش سامعني كويس، الصوت المفروض ان هو واصل كويس للناس يعني. ماشي يا دكاتره، فموضوع ماسوسكيتال الترا ساوند ليس جوينتات الكبيره وخلاص، لا ده كل حاجه تقريبا في الجسم ماشي، من اول السيرويتس والسكن والمسلز والتندونز والايتمز اللي قلنا عليها دي كلها، بالاضافه للبريفيرال نيرفز، ممكن يكون النيرف فيه مشكله في اي حته في الجسم. فيجاس نيرف بقى موجود لك، براكيال بلكسس، عندك بقى ميديان نيرف والنر وراديال، وتحت بقى عندك النيرفات الكتيره اللي موجوده في اللور ليمب وكذا، حتى في الانتيرو ابدومينال وول برضو فيه نيرفات وهكذا. فالموضوع مهم جدا ناخده محمل الجد ونبدا نقرا فيه ونفوكس عليه يا دكاتره. عشان ماشي توكلنا على الله. احنا دلوقتي هنقول سريعا كده الجزء الاولاني من المحاضره اللي هو بيفور ستارتنج، ال10 نقط دولت هنركز عليهم بسرعه كده، والنقطه اللي هنفوكس عليها موضوع اللي هو الايه الريبورتنج سيستم ده، ونقول ايه بالذات الناس القديمه والمحترفه في الشغل، هنقول بقى التكات اللي ناخد بالنا منها واحنا بنتكلم واحنا بنكتب تقاريرنا يا دكاتره. ماشي طيب، اول حاجه قواعد البروب ده له 6 أو 7 قواعد كده هنتكلم فيها سريعا. يعني اول حاجه عندنا حاجه اسمها ارجونومكس. ارجونومكس ديت يعني ازاي امسك البروب صح، هي دي الفكره ببساطه، ازاي امسك البروب كويس بحيث ما يحصلليش ماسل فاتيج وسترين بقى، يبقى انا بعمل ماسوسيتال الترا ساوند واصلا عمال يعني ايديا ورجليا بايظين، هاخد اجازه زي ما بعض الزملاء كده بيتعبوا ويقعد في البيت فعلا، لان فتره كبيره ماسك البروب غلط واقف غلط والكلام ده كله بيحصل له ماسل سترين وبيحتاج علاج طبيعي ويقعد في البيت فعلا يعني. فنتعلم بس ازاي نمسك البروب صح، والقواعد الاجانب برضو قالوها، السوسايتيز اللي قالوها الامريكان انستيتيوت اوف الترا ساوند ميديسن واليوربان سوسايتي وبعض التكستات اللي اتكلموا في الموضوع ده، يعني ايه
اتكلموا فيها بشكل حلو. هنتكلم بس ازاي نمسك البروب ونقعد كويس قدام الجهاز قبل اي حاجه. تمام. ارجونومكس. ارجونومكس ببساطه ان انا عايز امنع الفتيك والاسترين والاوفر يوز والحاجات دي كلها. ماشي. طيب المفروض اعمل ايه؟ انا البروب امسكه ازاي؟ امسك البروب بالظبط كاني ماسك القلم، كاني ماسك القلم. انت بتمسك القلم ازاي؟ بتمسكه بثلاث صوابع تقريبا، بتمسكه بالثمب، بتمسكه بالاندكس والميدل فينجر، خلاص، وبتريح بايديك على الورقه او الكتاب بالصابعين التانيين اللي هو الرينج فينجر والسمول فينجر او ليتل فينجر يعني، والالنر سيرفيس بتاع الهاند بتاعك زي ما احنا شايفين كده في الصوره، اللي هو ايه ببساطه ان انا كاني ماسك القلم بالظبط. ده كانه قلم كده، كانك ماسك قلم. ادي الابهام وادي السبابه والوسطى زي ما بيقولوا باللغه العربيه، والصابعين التانيين مريحين مع الالنر سيرفيس كده، انت ايه الدنيا تمام. بنسموه حتى جريب، يعني كومفورتبل جريب، يعني ماسكه البروب ماسكه كويسه. دي اول نقطه، ديت عشان تبقى ايه تقدر تتحكم، بالذات احنا هنحتاج الفاين تاتش كتير، مش محتاج تكون محمل على العضلات الكبيره بتاعتك بقى يحصل ايدك تتهز وتتعب ومع الوقت وكده. فمسكه البروب دي في غايه الاهميه، اتعلمها يعني، وقبل ما تروح بكره كده ان شاء الله الشغل بتاعك امسك البروب كويس كانك ماسك قلم بالظبط، نفس الرسم دي بالظبط. الحاجه الثانيه، امسك البروب بحنيه زي ما بيقولوا، امسك البروب بحنيه كده. بمعنى ايه؟ ان انت ما تمسكوش جامد قوي، اكسسيف جريب، ده انت برضو بتستهلك كل عضلات صوابعك وكده، وحصل لك استرين فعلا يعني. وهنتكلم برضو عن مصر استرين في الهاند ان شاء الله، في الناس اللي هم بيخيطوا كتير او بيكتبوا على الكيبورد كتير وكده، هنقول لكم ازاي بيحصل فيها الاسترين ده ان شاء الله يعني. تمام. فمسكه البروب تمسكه بسهوله بحنيه كده زي ما بنقوله يعني، ان شاء الله المحاضره مسجله ما تقلقش يا دكتور. تمسكه بثلاث صوابع كانك ماسك القلم، وتمسكه بهدوء بحنيه كده زي ما بيقولوا، ما تمسكوش جامد فهتوجع نفسك وهتطلع بقى ايه، هيقابلك بقى فينز، هتلاقي مثلا ايه كولابسد قدامك، الدنيا مش تبقى واضحه زي ما هنتكلم بعد شويه. فضغطتك على البروب ديت هتلغي اناتومي كتير زي ما احنا شايفين كده، انت تبقى فاين تاتش. تعرف ازاي انت فاين تاتش؟ لو لقيت السوبرفيشال فينز فينوس سيستم اللي قدامك سواء مثلا جريت او شورت سافينس مش كولابسد قدامك وانت شايفه بعينك، يبقى انت كده ماسك البروب صح، يبقى انت ماسك البروب كانك ماسك القلم بالظبط. الحاجه الثانيه تشوف السوبرفيشال فينز، شفتها يبقى انت مش عامل اكستنسيف بريشر على البروب يعني، خلاص. طيب قعدتنا بقى، انا عرفنا نمسك البروب كويس. الصوره دي طبعا فاني، بس خلينا نقول بس سريعا كده ان في ادي تخيلوا، شوف الفرق بين القعده دي الغلط ودي القعده دي الصح. القعده الغلط ببساطه ايه؟ شايفها مكشره ازاي والدنيا، شوف الدكتور عامله ازاي استرتش هنا، عامله استرتشنج بسميها اوفر اكستندد. شوف الشولدر هنا عامل ازاي، يعني استرتشد، وهنا استرتشد، وهنا استرتشد، ومش طايله الزراير، وهنا برده استرتشد واسترتشد، وايديها مشدوده ومش مش مش ريستنج على البيشنت، فالدنيا كلها بايظه. بعد اول حاله هتلاقيها تعبت وهتقعد بقى خلاص. اما هنا الدنيا عامله ازاي؟ هي طبعا اكمنها ليفت هاندد، فاللي بيحصل ايه ببساطه ان هي قاعده ريست، يعني الهاند ريست دهيت، شوف الريستنج على البيشنت زي ما اتفقنا كانها ماسكه القلم، هي ليفت هاند زي ما اتفقنا ماسكه، اي قادره تشوف الزراير وتعرف كده، والعيان برضو قاعد مستريح والكلام ده كله. هي دي الفكره ببساطه، نقعد صح. برضو من الحاجات المهمه اللي لو احنا ان شاء الله هنبدا نعمل انترفنشن بقى او نسحب عينات او حتى نحقن جوينت والكلام ده كله، برضو من الحاجات القعدات المهمه ان انت بيقول لك ان العيان يكون ما بينك وبين الجهاز. ده كلام الاجانب وكلام السوسايتيز اللي اتكلموا فيها في مصر كده، الالترا ساوند، بيقول لك ايه ان انت نفس الشكل ده بالظبط، الجهاز اهوت والعيان داخل كده عليك وانت قاعد، فيبقى العيان ما بينك وبين الجهاز، فتبقى طايل العيان وطايل الجهاز. عكس دي، انت جسمك كله انت موجه اليمه دي، وما انتش طايل الزراير برده، وما انتش قاعد مستريح، والعيان برده مش مستريح، فهي دي الفكره كلها. طيب الحاجه الثالثه، كان حتى استاذ الدكتور احمد فتوح بيتكلم في الموضوع ده، قبل ما تشتري الجهاز اشتري الكورس الكويس. القعدة نفسها قدام الجهاز يا دكاترة، عشان برضو احنا لما نشتغل كتير نحافظ على ظهرنا. شوف العينة دي الدكتورة دي مثلا، شايف السباين بتاعها عامل ازاي؟ عامل كده يعني، هتلاقي مقوس كده، وهتلاقي دايما في يعني استرس هنا على الشولدر بتاعها، ورقبتها معوجة وسباين معوج، وهنا برضو العيان يعني كأنها كبسة على العيان، يعني لو العيان بطنه كده حاطة كوعها في بطن العيان برضو، فدي مشكلة. اما هنا رجلها طايله الارض او طايله الارض، هي تقدر تتحكم بسهوله. الحاجه الثانيه قاعده ظهرها مستقيم مفرود، الشولدر ما فيهوش اي تحميل عليه، محمله ببساطه على العيان، مش عامله استرست عليه، وعينيها في الشاشه. هي دي الفكره ببساطه، ديت الحاجات اللي احنا عايزين نتعلمها، نقعد كويس ونشتغل كويس بايدينا دكاتره. ماشي. دي اسمها ترانسديوسر ارجونومكس. يبقى احنا ازاي نمسك البروب؟ كانك ماسك القلم، ويعني يكون جزء من ايدك محمل على جسم العيان. الحاجه الثانيه تقعد كويس وتشتغل كويس على الجهاز.
ماشي. طيب بعد كده دكاتره السليكشن بتاع الجروب، احنا مثلا ندخل بقيه الزملاء. سليكشن الجروب ببساطه سريعا، احنا طبعا المفروض ان احنا قدام في الشغلانه زي ما بيقولوا يعني، بس هنقول الحاجات بسرعه كده. ان التردد او الفريكوانسي سايكلز بير سكند وتتقاس بالهرتز، ده الساوند ويفز يعني. الانسان بيسمع من 20 لحد 20000 هرتز، الالترا ساوند اكتر من 20000 هرتز، فاحنا مش بنسمعها عشان كده بنقول الترا ساوند، كلام بدائي جدا وبنقوله من زمان. طيب بنقول بعد كده البروبه لما تيجي تجيبه، لو انت تشتغل مثلا الترا ساوند ماسكوسكيليتال او انت بتشتري جهاز، يبقى اكون حريص على القصه ديت. برود باند ويدث، الباند ويدث ديت نارو رينج اوف فريكوانسي، يعني بيقول لك مثلا ده من 2 ل 5، ده من 5 ل 9 كده نارو باند. اما البرود باند اللي هو بيبقى فيه مور رينج اوف ويفز او فريكوانسي، يعني مثلا ممكن البروب يكون من 8 لحد 16 مثلا، فدي اسمها برود باند ويدث، وتبقى حريص تقول تسال البروب ده كام، من كام لكام وهكذا. احنا في الماسكو سكيليتال هنستخدم من 8 لحد 15، وفي بعض الناس لحد 18، والحاجات اللي هي في السكان دي بتحتاج 20 ميجا هرتز كمان، فطول ما تكبر في الفريكوانسي تمام مفيش اي مشكله خالص. ماشي، احنا في الماسوس كده الالترا ساوند هنحتاج نوع من البروبات معانا، هنحتاج اللينير ده الاساسي طبعا، وهنحتاج الايه الكونفكس. اللو فريكوانسي اللي هو الكونفكس عشان الحاجات الكبيره زي الهيب جوينت، زي الشولدر في بعض الاوقات. انت مثلا تيجي تعمل سونار على الجلوتير ريجون مثلا، شاكين في ابسس والكلام ده كله، استخدمت اللينير يا دوبك، بس اللينير هيبقى اخره 5 سنتي، يعني اللينير اخره 5 سنتي. اما ده تاخد نظره عامه كده عن الفيوهات والدنيا عامله ايه، وبعد كده تبقى تجود باللينير برو. يعني احنا دلوقتي عشان نشتغل بالماسكو سيد الالترا ساوند محتاجين لازم اتنين معاك اتنين برو، بالذات في الجوينتات الكبيره او في الماسلز الكبيره او في الثاي او في الجلوتير ريجون او في حته فيها بالك ماسلز وكده، فدي محتاجين نستخدم الكونفكس الاول، ناخد نظره عامه عشان يعني من ضمن الحاجات الاخطاء اللي ممكن يعني جت حاله من الحالات برضو. البنت كان عندها ابسس في البلفس، كان ايه مشكلته ببساطه؟ كان حاسه بين كده في الجلوتير ريجون. اللينر بروب انت اخر 5 سنتي او 6 سنتي ما انت شايف الدنيا فيها ايه، تمام. اما الباقي يعني لما حطينا المايكرو الكونفكس اسف بروب، بدانا شفنا لقيت فيه كوليكشن موجود يعني تحت السبكتينيوس فات وبين الماسلز والكلام ده كله، فتفرق جدا بقى. فدي تعرف تشخيص، دخلت عمليات وخلاص وتاكدوا والدنيا تمام، جبت تابع بعد كده كان طلع لها سيروما، السيروما دي كانت الدبس بتاعها اكتر من 5 سنتي اللي هو اللينير بروب ما انت شايفه اصلا. فموضوع الكونفكس مهم معانا، او الاثنين بروب معانا مهمين جدا جدا يا دكاتره، خلاص. فده الهاي لور فريكوانسي عشان الحاجات الديب، والهاي فريكوانسي عشان الحاجات السوبرفيشال ونجاوب بيها الشغل بتاعنا، تمام. طيب ديت البروبات اللي احنا ممكن نستخدمها. طبعا زي ما الدكتور عماد بيقول كده، الكونفكس طبعا بيضيع ريزوليوشن زي ما اتفقنا طبعا، بس بيديك صوره عامه، احنا طبعا مش محتاجين نجاوب، هنشوف بس في كوليكشن مفيش كوليكشن، الحاجات دي كلها الحاجات الكبيره، بعد كده نجاوب بالهاي فريكوانسي زي ما هنتكلم ان شاء الله في الرولز اللي بعد شويه. ده مثلا ده من 6 لحد 15، شايفين البروب ده من 6، ده البروب باند اهو من 6 ل 15، ده من 6 ل 13، ده من 2 ل 5، يبقى ده نارو باند، ده الكونفكس بتاعنا، وده الايه اللينير بروب اللي هو النارو باند البروب باند. فده المهم جدا في الشغل بتاعنا يا دكاتره عشان نقدر نشتغل كويس. سريعا كده حاجه شبه كده، انا ببساطه ده الكونفكس، لو انا بقى في جوينت كبير ممكن ده حاجه جزء من الهيب مثلا، خدت نظره عامه مفيش اي كوليكشن هنا في الديب، مفيش اي مشكله، الدنيا تمام، خلاص ابدا بقى اجاوب باللينير بتاعي. اللينير بتاعي اشوف المسلز واضحه والتينو سبكتينيوس فات والمسلز ومفيش والبون الكلام ده كله، فالاثنين لازم يكونوا مكملين لبعض يا دكاتره، ده ودي حاجه مهمه جدا جدا، خلاص. طيب سريعا كده عملنا تجربه بسرعه، حاولنا في البرود باند بقى، في البرود باند لينير جروب، حاولنا نعمل تجربه سريعه كده على الشولدر ده. احنا دلوقتي واقفين، ده البايسبس تندون، لونج هيد اوف بايسبس تندون، ده الشولدر بتاعنا، شايفين الفرق يعني 15 ميجا هرتز، وبعد كده 14 وبعد 9 و8. ممكن ما تحسش الفرق كبير، بس ده هيبان معاك في الريال تايم بشكل احسن، هتحس ان في فروقات شويه. كل ما تقلل طبعا الفريكوانسي الديب هيبقى احسن، او الديب ستراكشر تبقى ظاهره احسن. اما كل ما تعلي الفريكوانسي كل ما الحاجات القريبه منك هتبقى الفريكوانسي بتاعها حلوه جدا جدا يا دكاتره، ماشي. فدي ببساطه فكره الفريكوانسي وكده، خلاص. دي فيديو سريع كده لوحده من المحاضرات في الامريكان انستيتوت الترا ساوند ميديسن. ده اللينير بروب، في احيانا اللينير بروب بيكون رفيع جدا كده،
خلاص ده من احسن الحاجات طبعا، والحاجات اللي هتفرق معانا كمان في الهاند الترا ساوند زي ما احنا شايفين كده ماشي. هيجي نوع تاني دلوقتي من لينا هيكون عريض شويه اعرض شويه ماشي. كل ما يبقى عندك هايست فريكوانسي كل ما يبقى احسن، خلاص دي الفكره. ف والهوك ستيك طبعا يا دكتور ايمان، بس ده غالبا مش موجود في مصر للاسف يعني. انا حاولت ادور عليه وحتى طلبته كذا مره ما ظهر ان فيه مشكله ولا ايه مش عارف يعني. الهوك ستيك طبعا لا غنى عنه في الحاجات البريفريز يعني، في التندونز بقى الطرفيه والحاجات دي كلها مهمه جدا، بس خلينا في الامكانيات اللي معانا في مصر خلاص. لو حد يعرف يجيب هوك ستيك انا نفسي اول يعني اطلبه من الشركه، ما لحد دلوقتي ما عرفوش يجيبه لي يعني، ولسه بطلبهم بيه يعني. فربنا يسهل نشتغل بس في حدود المتاح وكله بيأدي يعني. مفيش اي مشكله خالص ماشي. طيب بعد ما مسكت البروب كويس واخترت البروب اللي هشتغل بيه، البريستنج بقول لك ان انت تختار مهم جدا اي مكنه بيكون فيها البريستنج بتاعتها كويس نختاره، ده بيكون بيقرب لك الدنيا قبل ما نبدا نلعب في اي حاجه تانية خلاص. الجل مهم جدا جدا في الماسو سيتر الترا ساوند بتاعنا. فكره ان انت تحط جل كتير ده مهم بالذات في الحاجات الطرفيه، في الحاجات في الهندس وفي الفوت والكلام ده كله. احيانا ممكن نلجا ان احنا نملا الجوانتي بتاعنا بالجل ونحطه تحت البروب بحيث ان احنا نشوف كويس، يبقى فيه زي ميديوم كده يعدي من خلالها خلاص. ده فكره ببساطه الفرق ما بين الجل الكويس والجل الاديكويت جل وده ان اديكويت جل ببساطه سريعا. زي ما انت شايف كده الحته دي بقت سمره كده عشان فيها هواء، طبعا ما فيش الساوند ما بيعديش من الحته دي، فدي الفكره. اما هنا الدنيا واضحه وجميله اديكويت جل. اهتم جدا بالجل يا دكتور واختار النوع الجل اللي هو الابيض مش الازرق، الابيض اللي هو الشفاف ده جودته احسن بكتير طبعا من الازرق بيبوظ البروبات، ودي نقطه مهمه جدا. طيب ديت الفكره. بقول لك تاني ان احنا برضو الله سبحانه وتعالى بعد جل هنتكلم بقى في الاورينتيشن ازاي بقى افهم البروب سريعا كده ببساطه. احنا طبعا قدام في الشغلانه بس هنراجع بسرعه الحاجات اللي هنتكلم عنها. كورونال دي وقفه الكورونال، ديت ترانزفيرس ودي السجدر خلاص. هنحتاجهم طبعا، احنا هنحتاج الترانزفيرس والسجدر طبعا في التندونز وفي المسلز والحاجات دي كلها. ببساطه عندك يا باشا في ماركر موجود لازم يكون على الشمال، اتفقوا في كل العالم كده ان يكون الماركر بتاعنا على الشمال ويكون الماركر اللي على البروب برضو ماشي مع الماركر بتاع الشاشه، كلام مفهوم جدا يعني. فبالتالي لما يبقى الحته ديت لو انا واقف كده يا فندم ترانزفيرس يبقى ديت تو ذا رايت اوف ذا بيشنت ودي تو ذا ليفت، لو وقفت لونجيتودينال يبقى دي تو ذا هيد او كفالك ودي كودل ببساطه جدا. طيب دي تركه برضو من الحاجات التانيه، ادي واقف كده ال اس اهو يبقى ده كرينيال وده كودل، لو انا واقف تي اس يبقى ده رايت وده ليفت على حسب الشاشه بتاعتي خلاص. كلام سريع هنقوله برضو، ادي فيديو سريع برضو بتقول لنا يا باشا النوب حارس تسال شوف حسه الاول وشوف طبعا على الشاشه يعني كده هي واقفه ساجيتال كده النوب كده كرينيال، فاي حاجه تظهر على الشاشه يمه الشمال يمه الماركر هتبقى ايه كرينيال، ولو في ترانزفيرس زي ما شفنا كده تبقى تو ذا رايت اوف ذا بيشنت او لاترال تو ذا بيشنت يعني. فمهم جدا نعرف الاتجاهات ديت سريعا برضو يعني نراجعها مش اكتر يعني مفيش مشكله فيها. هتعرضها دلوقتي على الشاشه اهوت كده اهوت الماركر ماشي مع الماركر، فانا لو واقف ال اس يبقى ده كرانيال وده كودل، ولو واقف تي اس يبقى ديت رايت وده تو ذا ليفت اوف ذا بيشن ببساطه جدا. من الحاجات الثانيه برضو في الاورينتيشن يا دكاتره في في في, في البروب وماسكه البروب بتاعي ان انا يكون عندي اوسطا الحاجه تكون في نص الشاشه، يعني مش محتاج الشادوهات ديت. انا دلوقتي مثلا بدور على النيرف ده او التندون ده خلاص، فمحتاجه يكون في نص الشاشه، ما تخليهوش متطرف كده ونقعد، لا خليه في نص الشاشه عشان يبقى الدنيا كويسه وحلوه ماشي. بعد كده احنا دلوقتي في مصر كده الترا ساوند مش استاتيك، احنا حاجه دايناميك، ودي من الحاجات اللي الدكتور حاتم العزيز ربنا يبارك له قال ان احنا ما هو لو الترا ساوند مش دايناميك يبقى خلاص الام ار احسن منه مليون مره او الاكس راي او السي تي وكده، انما احنا فكرتنا ان احنا دايناميك، احنا الدايناميك بتاعنا هو الايه الاساس بتاعنا، وده اللي بيدي الميزه كبيره جدا جدا للماسو سكيليتال. تقدر تشوف تيرز وتقدر تشوف انجريز للتندونز وحاجات شبه كده كتير ماشي. طيب الداينامكس اللي هحتاجها هنقول بس مصطلحات سريعه عشان لما نيجي نتكلم في العمل ان شاء الله لو في نصيب نتكلم في العمل يعني نعرف بس انواع مسكه البروب وحركه البروب، هي دي الفكره ببساطه. فنقدر نقول يا باشا انا عندي دلوقتي حركه البروب دلوقتي دي اسمها سلايدنج، سلايدنج بتحرك في الحته اللي انا عاوز اوصل لها
ماشي، بحرك البروف في اي اتجاه ذس لاين. طيب تيلتنج ان انا بحرك البروف على الشورت اكسس بتاعها فروم سايد تو سايد، نسميها ابليكال بروف، ابليكال بروف رايت او ليفت كده خلاص. طيب بنشوفها ازاي بالشكل ده، ادي كده بتحرك يمين وشمال كده على الشورت اكسس بتاعك يعني كده وكده، ده اسمها توجلينج او بسميها ايه تيلتنج، اتنين حرف تي. في بعض كنت بيقول لك تيلتنج، في بعض كنت بيقول لك توجلينج، مفيش مشكله. يبقى انت بتحرك على شورت اكسس، هنحتاجها فيه عشان الانايزوتروبي زي ما نتكلم عنها والحاجات دي كلها. طيب ايه تاني يا دكتور؟ في حركه اسمها روكينج، انها بتحرك على اللونج اكسس، في سموها هيل تو توي او بسميها روكينج، مفيش مشكله برضه هنشوفها دلوقتي بالصوره اللي جايه ديت. دي فكره الروكينج، انا بتحرك كده، بتحرك سوري بتحرك كده وكده، ديت عشان برضه الانيزوتروبي وتفرد بقى التندون كويس يبقى ماشي معاك كويس يعني. ماشي، هي دي الفكره ببساطه يا دكتور. يبقى احنا ديت ايه فكرتنا في الحركات البرو. طيب روتيتنج يعني انا واقف لونجيتودينال سيكشن اوف ترانزفيرس سيكشن، ده دبل او العكس وهكذا. كومبريشن طبعا هيفرق معانا كتير في كذا حاجه، اول حاجه عشان الفيسلز اعرف فين ولا ارتري، الحاجه الثانيه في عشان اشوف النيرف كويس، على فكره بحتاج ان انا اعمل كومبريشن زي ما نشوف بعد شويه ان شاء الله في النيرف الترا ساوند ازاي نشوفه وايه الساينز الكويسه اللي فيه. دي مثلا حركه الروكينج، انا دلوقتي واقف في الكالكينيوس وعايز اشوف الاكيليس تندون. لو انا الاول واحد لو ما عملتش الروكينج او الهيل تو توي موفمنت هيتهيألي ان دي مشكله، ده بقى تندينوزس ده ولا تير ولا ايه مش عارف. اما لما حركت البروب كويس اترسمت كويس والفابيلاري باترن اهوت بتاع التندون كويس جدا كده، ما فيهوش اي مشكله بالنسبه لي. فدي هتنقذنا في موضوع مس دايجنوز نتيجه الانايزوتروبي، هتقابلنا كتير جدا وهنتكلم عن ايه انايزوتروبي ان شاء الله في الايه في القصه دي. اخر حاجه خلصت الشغل بتاعي هنعمل كليننج بقى. طبعا اوعى تستخدم الكحول، الكحول في كل المراجع العالميه وكل المهندسين يقول لك اوعى تستخدم الكحول في تطهير البروب، استخدم اي حاجه. ابسط حاجه يا باشا امسحها بالمنديل مش هتفرق كتير، حط عليها يا باشا بتادين وامسحها تاني ونظفها مفيش اي مشكله خالص. في بعض الحاجات تحتوي على الامونيوم كده بيبقى سبراي، بيسموها امونيوم سبراي، تبقى برضه تسال على الشركات اللي بتعمل القصه دي وبتجيبها لك، انما الاسماء التجاريه للاسف مش حاضره في ذهني دلوقتي. فان شاء الله وقت ما نوصل لحاجه بقى احطها لكم ان شاء الله. يعني اخر حاجه الوايبس، يعني الوايبس اللي مع يعني معظم يعني الاطفال حتى وكده او حتى الكبار، الوايبس موجوده تمسح البروب والدنيا وتنشف خلاص بالمناديل والدنيا تمام مفيش اي مشكله خالص. بس اوعى تستخدم الالكول لان ده ممنوع ممنوع ممنوع. ماشي، نظف اهوت بقماش يعني او بمنديل او كده مش تفرق معانا كتير يعني. خلاص كده خلصنا اول حاجه قواعد ترانسديوسر، ان احنا ازاي نمسكه صح، نختار البروب اللي هنشتغل بيه ازاي، البري سيتنجز نشتغلها كويس، الجل تمام، استخدم اورينتيشن داينامكس كويس تحرك ازاي وقلنا انواعها، وفي الاخر كليننج تمام. زي اوكي يا باشا مفيش اي مشكله خالص زي الفل، ممكن نستخدمه جدا يا دكتور كابوس مفيش اي مشكله. طيب كده خلصنا اول نقطه خالص اللي هي الترانسديوسر رولز، من اول ازاي نمسكه لحد ما نعرف الدنيا فيه. طيب بعد كده حاجات بقى خاصه بالجهاز لحد رقم 9، وبعد كده رقم 10 هنتكلم في تركات ونستريح استراحه بسيطه كده ونكمل على الحاجات التانية. اول حاجه خالص بعد ما مسكت البروك كويس، دور على زرار الدبس، ظبط الدبس اهم حاجه. بعد الدبس ظبط الجين بتاعك، بعد الجين الفوكال زون اللي انت بتتكلم فيه. بعد كده دور على زرار سبليت سكرين عشان ما انت لو اشتغلت على جهاز جديد ولا حاجه عمال تدور طب اقسم الصفحه ازاي والكلام ده كله مهم جدا. دور على زرار اللي بيعمل لك ميجرمنت لينير او زرار اللي بيعمل لك اريا ميجرمنت. دور على زرار الدوبلر، الليبلنج ازاي تكتب تمام، الاستورج طبعا ازاي تسيف الصوره على الجهاز وتاخدها على فلاشه او الكلام ده، وفي الاخر تكتب الروبوت بتاعك ازاي. ماشي، هي دي الفكره ببساطه يا دكاتره. يلا بينا نتكلم في موضوع الدبس سريعا كده. زي ما احنا عارفين احنا في الماسوسكليتال احنا بنتكلم في وزن يعني من 3 ل 5 اخرك 3 4 سنتي، فاحنا بنلعب في ال 3 4 سنتي دول تمام، فكل نقطه من دول بيمثل سنتي، يبقى ده الدبس بتاعي كده سنتي كده سنتي ونص كده 2 سنتي خلاص، هي دي الفكره ببساطه. فمش عايزين يبقى فيه ديب قوي عشان الحته دي كلها مش مستخدمها، ولا تبقى سوبرفيشال قوي فتضيع حاجات، هتبقى ديك والدبس بحيث يبقى الحاجه اللي انت بتدور عليها تكون موجوده في وسط الشاشه. كلام سريع جدا ومفيش اي مشكله خالص. طيب ايه تاني اللي موجود؟ ثواني بيقول لك ان الدبس طبعا بيبوظ الصوره بيبوظ الجوده بتاعتها، كلام عام احنا عارفينه جدا بس لازم يكون في ذهننا واحنا شغالين. طيب بعد كده الجين والمابنج والكورونا الكروما خلاص. الجين ببساطه عندنا في اربع حاجات مصطلحات سريعه كده ناخد بالنا منها. ماشي، في حاجه اسمها جراي سكيل جين او اوفر اول جين، وفي تايم جين كومبنسيشن، وفي حاجه اسمها مابنج، وفي حاجه اسمها كروما.
خلاص. جري سكيل مابنج دي ببساطه بتمثل كانك بتعلي الراديو من الاخر، يعني كانك بتعلي الصوت بتاع الراديو. فدي دي فكره كلها بتتحكم في البرايتنس اوف ذا ايمج. فببساطه كده ادي عندي مثلا لوست جين تبقى داركست، ودي هايست جين عاليه جدا، وديت هي اللي في الوسط خلاص. فكل ما بتعلي كل ما الصوره تبقى برايت، كل ما تقلل تبقى ايه، بس دي اوفر اول يعني الصوره كلها، ما تتحكمش في جزء معين. زي ما تعمل الجري سكيل جين او الاوفر اول جين، ده مش بيتحكم في ريزوليوشن، الريزوليوشن دي بتتحكم فيها الفريكوانسي زي ما اتفقنا من شويه. بس هي ممكن تحسن الكونتراست شويه على حسب عينك، مفيش رقم معين، كل ده حسب عينك وحسب ما انت عارف الاناتومي كويس، يبقى الدنيا تمام ماشي. هي دي ببساطه فكره الاوفر جول الاور جيم. دكتور عليا حاول انت تتحكمي يا فندم، الصوت بتاعي واضح، حاول بس شوفي الشات في حد من الزملاء كاتب ازاي نظبط الصوت ده. طيب كده اول حاجه في موضوع الجين. بعد كده تايم جين كومبنسيشن ببساطه، اللي هي الزرار اللي احنا شايفينها دي. خلاص هنحرك قيمه الرايت كده هتزود البرايتنس، هنحل قيمه الليفت هتسويتها خالص ماشي. كلام احنا عارفينه جدا، مفيش مشكله. ساعات بيعمل لك علامه مثلث كده ان انت كده زياده وكده قليل. هنشوف بس سريعا كده تاثير لما عملنا تجربه بسرعه كده على التاثير التايم جين كومبنسيشن، ونتكلم على الايديال بقى. طيب كده ببساطه انا كده عامل كده، يبقى كده البرايتنس كل ما زود يمه الرايت كده بالبرايتنس هيزيد، فيبقى الشاشه من فوق بيضاء، هنا وسط، هنا تحت بقت سمراء خالص. والعكس لو عملناه يبقى فوق سمراء وفي الوسط ابيض وتحت ابيض خالص، واللي في الوسط زي ما احنا. بس انا والله بتهبش، والله لو ما بتهبش الحاجات دي ما بتجيك. سوري ده كان انا عامل زوم بس انا اسف، هعمل ميوت ثواني ماشي. يبقى دي الفكره تايم جون كومبنسيشن. الحاجه الثالثه لو انا خليتها كلها يقولنا ليفت كده بقى كلها سواد، خليتها اليمه الثانيه بقى كلها بياض، مفيش مشكله. الافضل نخليها في النص كلها، لان احنا بنتعامل مع سوبرفيشال استراكشر اخرك 2 3 سم، فخليها كده وسط، ومش محتاجين نلعب قوي في التايم جون كومبنسيشن في الماسكوس كده الالترا ساوند، خليها في النص زي ما احنا مش شايفين دلوقتي كده ماشي. كده خلصنا الاوفر اول جين والتايم جين كومبنسيشن، اللي هو بيتحكم في سيكتورز، يعني الحته دي واخده السيكتور ده والحته دي واخده السيكتور ده، فانت بتتحكم سيكتورنج، بتتحكم في اللايرز اللي انت بتظبط فيها الالترا ساوند ويفز ماشي. دي الفكره ببساطه. طيب في بعد كده في الاجهزه الحديثه حاجه اسمها مابنج. المابنج اللي كانك ايه يعني الفروقات ما بينها برضو مش اللي هو يعني هم قال لك ان احنا بتقول لك انت بتعمل ايمج كولر وكونتراست، بتحاول بس هي تغييرات مش تشوفها. دي مثلا مغنى المابنج هتلاقي في ارقام كده في الجهاز وبتاع، حاول تشوفها، ما لقيناش في فروقات كبيره قوي، انت بتشوف حسب عينك انت مستريح لايه بالاخر يعني. فالموضوع ده برضو اوبجكتيف او بيرسونال بريفرنس، ده كلام برضو الاجانب لما اتكلموا في الموضوع ده يعني. طيب بالنسبه للكروما اللون، انت بتحب لونه هون، في حد بيحب اللون ده، بيحب اللون ده كذا كذا، عايز تجاوب بقى وتطلع التقرير بتاعك في الوان براحتك يعني، دي حاجه برضو بترجع بيرسونال ما فيهاش مشكله خالص، وننساها لو مش عايزين ناخد بالنا منها. يبقى الجري سكيل ديت زي المايك اللي بعلي فيه الصوت او الميكروفون اللي بعلي فيه الصوت، بيبقى اوفر اول جين، الصوره كلها تبيض ديت اسود. الحاجه الثانيه تايم جون كومبنسيشن مش هنحتاجها قوي، خليها كلها في النص، احنا بنتعامل مع سوبرفيشال ستراكشرز. المابنج والكروما مش هنحتاجهم كتير في الشغل بتاعنا. طيب بعد كده الفوكال زون ببساطه ان انا بظبط الفوكس، اللي ده زرار الفوكس اهوت على الحته اللي انا بظبط عليها، يعني ده مثلا ده نيرف انا عايز اخلي الفوكس عليه. الفكره كلها في الفوكس ببساطه ان انا بخلي بجمع او بعمل كونفرجنس للالترا ساوند ويفز في الحته دي فتظهر بوضوح اكتر، دي ببساطه يعني تمام. بعد كده بعد الفوكال السبليت سكرين، الدكتور استاذنا الدكتور حاتم العزيزي بيتكلم فكره المقارنه دايما. انت دلوقتي شكيت في اي باثولوجي في الجسم، قارن باليمه الثانيه. طب لقيت اليمه الثانيه بايظه او شاكك فيها، قارن بنفسك من الاخر. يعني دلوقتي حطينا دلوقتي على دي كانت حاجه في الليك، طبعا انت في الليك مش هتشمر يعني، بس انت يعني باي اكسبيرينس كده هتبقى عارف الدنيا. طيب دي مثلا حاله لاول وهله كنا شاكين ان في المصل دي شكلها ابيض كده وشكلها خاسه كده، واصلا في كان في ديبريشن كده تحت السكن وبتاع، ولما قارنا باليمه الثانيه لا هنا المصل واضحه، هنا المصل بقى ايكوجينيك وبقت اتروفايد. فالكومبارزون مهم جدا جدا يعني. برضو السبليت سكرين هنحتاجه في المقاسات الطويله، مثلا ديت لايبوما مثلا ممكن نحتاج نقسم الصفحه عشان نعرف نقيس كويس، واخد بالك. طبعا في زرار البانوراما دلوقتي في الاجهزه الحديثه بيغنينا على كل ده، وبيبقى حاجه كويسه جدا جدا يعني. دكتور احمد بيقول لك طب انت لو لا قدر الله يبقى نجيب حد بقى، نجيب السكرتير بقى اللي قاعد بره او زميلك اقول لك ايه بس. الله المستعان يعني. ماشي.
طيب يبقى كده اتكلمنا سريعا كده. الميجرمنت اللي هنحتاجها في الماسوسكليتال هنحتاج حاجه اسمها لينير اللي هو طول في عرض، وهنحتاج التريس، التريس عشان امشي على النيرف. خلاص ده المهم جدا ده عشان موضوع النيرفات يعني. خلاص اوكي. طيب الدوبلر طبعا مهم جدا لكذا حاجه، عشان نشوف الفيسلز طبعا، واعملوا مقارنه سريعه كده بين الكلر دوبلر والباور دوبلر. الباور دوبلر ده في سنسيتيف جدا جدا لاي موفمنت، فده نستخدمه في الحاجات اللي هي لو فلو، شاكك مثلا في تينوساينوفايتس، شاكك في اي حاجه فيها فاسكوليتشر حط باور دوبلر. اما الكلر دوبلر بيجي دايما في السرعات العاليه، شوف في ارتري وفين والحاجات دي كلها، فدي مهم جدا يعني. فدايما توصيتنا في الدوبلر، في الباور دوبلر استخدمه دايما في البريفري، وفي الـ 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 وفي كمان في التندونز عشان نشوف لو في تينوساينوفايتس او تندنايتس او تندنوباسي والحاجات دي كلها. كمان سرعات الفيسلز البريفري فدي استخدم فيها الباور دوبلر كويس جدا يعني. طبعا ظبط الجين عشان ما فيش اوفر اول، الجين ما بقاش زياده يبقى اديكويت، ما فيش حاجه تكون مبقعه على الايه على الـ ما فيش الوان يعني طالعه في السراوندنج ستراكشرز اللي موجوده يعني. تمام. طيب بعد كده من الحاجات بقى اللي هي نتكلم فيها بقى التريكات بقى دي، هنستفيد منها حاجتين اللي هو الليبلنج ده. الليبلنج هنستفاد بيه ان شاء الله في لو انت مستواك مبتدئ او كده، ان انت تراجع الاناتومي، اقعد اكتب يا باشا ده ده ديت الماسل دي اسمها كذا، ده النيرف اسمه ميديان نيرف، ده الفليكسور كاربي النيرف، فليكسور كاربي ده دياز، الحاجات دي كلها. دي نقطه. الحاجه الثانيه هتفيدنا جدا جدا في الريبورتات بتاعتنا. انت عايزين ان شاء الله نتعلم، لو انت في مكانك حاول تسيف الصور وتحطها في التقرير المطبوع، خاصه لو في باثولوجي شاور عليها باللاسهم كده، واكتب ان دي يا باشا في داتير موجود في الحته الفلانيه، ده قلنا النيرف ده مش عارف ايه الكلام ده كله. فدي مهمه جدا جدا عشان بعد كده اما نيجي تقارن يبقى انت عارف انت كنت واقف فين. حتى التقرير لو واقف حد من الزملاء او التقرير متوقع هيلف طبعا، يبقى انت الصوره بتاعتك محدش يتكلم عليها، انت بتتكلم دلوقتي حد اكسبرت بيطلع الصوره ممتازه، بتكتب على الصوره الباثولوجي اللي موجود، حتى زميلك لو شاف الصوره يحاول يطلع الصوره اللي زيها يعني، يبقى ما بتبقاش نورمال ويمشيه وخلاص زي ما اتفقنا. ماشي. فالموضوع الليبلنج ده مهم جدا في الجايد لاينز في الريبورتنج وانت بتعمل. زي ما احنا شايفين كده صوره، دي اكزيلاري ارتري وميديان نيرف والنر نيرف وراديال نيرف، الحاجات دي كلها وانت بتتعمل حتى الدوبلر ابدا كده حط شايفين الارنر نيرف راديال نيرف تحت اهوت، الميديان نيرف جميل، الماسكولو كوتينيوس نيرف اهوت طب كده تقعد تراجع مع نفسك ان شاء الله باذن الله. في الكورس معانا هنتكلم في الحاجات دي بالتفاصيل وازاي تطلعها، وفي تريكات كده نقولها ان شاء الله باذن الله يعني. والصوره تنطبع تبقى شكلها حلو، او هتطبعها كمان مع تقرير الريتن بتاعك الوورد، يبقى حاجه قويه جدا والدنيا تبقى ما شاء الله كويسه يعني. ماشي. طيب اخر حاجه الاستورج. احرص زي ما الدكتور حتى عمرو زمنا كان، دكتور عمرو صلاح ربنا يكرمه، فكره ان يكون اركايفنج او ارشيفنج، لازم يبقى ليك الارشيف بتاعك. وتعود كده لو انت في عيادتك او حتى في المستشفى بتاعتك او حتى شغال في اي حته، يكون معاك الفلاشه بتاعتك موجوده وبتسايب عليها الحالات بتاعتك، خاصه الحالات الانترستنج، يبقى ده شايفين الصوره دي، وسايب فيديوهات كمان، سايب فيديوهات في ريال تايم لان اصلا احنا دايناميك زي ما اتفقنا وكده، وسايب صور والكلام ده كله، يبقى عندك يبقى الحاله واسمها والريبورت بتاعها، يبقى انت ايه ارشيف. حتى لما تيجي تفكر نفسك او تشرح لحد زميلك او تبعت حتى الكلام ده، يعرف يحكم على الفيديو اللي انت مسيفه وهكذا، سواء حد يصورها لك بالكاميرا او انت تسيفها بطريقه معينه على الجهاز عندك، تبقى تنزل وهكذا. ماشي. تمام معايا دكتوره ايمان. ماشي هجاوب على كل اسئله في الشات ان شاء الله. حاضر. الاستورج دكاتره اما تسيفها على اسطوانه او تطبعها صور او تسيفها على فلاش. طبعا بعض الناس بيخافوا ان انت الفلاشه متفيروسه، بس الفيروس عمره ما هياثر على السيستم بتاع السونار، ما فيهاش مشكله خالص يعني، ده سيستم وده سيستم يعني. فكون حريص اتعلم المهندس باشا ازاي اسيف الصوره على الفلاشه، اسيف الفولدر ده كله وتعلم ديت، افتح فولدر باسم العيان وكل حاله تسيفها صوره حلوه سيفها، وبعد ما تعمل فولدر كده اتعلم ازاي تعمل اكسبورت من الجهاز للفلاشه بتاعتك عشان يبقى عندك الارشيف بتاعك وتتعلم كويس. انت ممكن تعمل سيلف ريننج حلو جدا جدا في الالترا ساوند بالتريكات اللي هنقول عليها، وانت مع نفسك اي حاله دوبلر اشتغلها ابدا راجع الحاجات دي كلها، او حتى على نفسك وانت قاعد في نبطشيه كده ولا حاجه، هات البروب واقعد راجع كده الاناتومي والكلام ده كله. ماشي. فالموضوع دي تاسع نقطه في الجايد لاينز في قبل ما نبدا شغل المسوس كده الالترا ساوند. اخر نقطه بقى ديت اللي محتاجه بقى كوبايه شاي كده او كوبايه قهوه نقعد نتكلم فيها شويه، لان الريبورتنج فيها ديت بيمس اي حاجه بقى في الالترا ساوند. المسوس طبعا رقم واحد، واي حاجه ثانيه
بيبر في غايه الروعه، هكتب لكم العنوان بتاعها ان شاء الله في البرزنتيشن ده، هو اتعمل سنه 2014، بيقول لك هاو تو ريبورت ماسوسيتال الترا ساوند اوبتيمال ريبورت، يعني فيها معناه يعني خلاص. فبيقولوا ايه بقى ببساطه، حطوا على 6 حاجات، كي جنرال برينسيبلز، حاجات جنرال ناخد بالنا منها، ازاي تعمل جريدنج للسيفيريتي اوف ديزيز ايا كان بقى، عندك تينوساينوفايتس، عندك افيوجن، عندك سترين، عندك اي حاجه هنتكلم فيها. الحاجه الثالثه بيتكلموا في الميجرمنتس، ازاي تقيس، في قواعد في الميجرمنت؟ اه طبعا في. رابع حاجه الترمينولوجي بيست افويدد، اوعى تقولها في اي تقرير، ترمينولوجي انجلش يعني خلاص. والديفرنشال دايجنوزس مهمه جدا جدا، ده هتفرق والله دكاتره لا تتخيلوا في التقرير بتاعك بعد شويه. واخر حاجه الكونكلوجن، كل دي 6 قواعد، كل قاعده تحتاج 3-4-5 نقط كده هندردش فيهم بسرعه قبل ما نخش على الجزء الثاني ماشي. اول حاجه جنرال برينسيبلز بقى اللي عندنا دي، ايه قالوا ايه ببساطه؟ قال لك ان الاوبريتور لازم يكون يعرف يشتغل الترا ساوند كويس وعنده المعلومات الكافيه والكلام الكلام العام ده يعني. ورقم 1 قال لك يا باشا خلي الريبورت بتاعك بريف، مختصر يعني وكلير، واضح، مفيش بقى التشويش ده وسسبكتد والكلام اللي احنا بنقوله ده. برسايز يعني دقيق، بيرتننت يعني وافي او كده. قاعدة حطوها علماء الصنار يعني، قالوا ايه؟ The longer the report the more likely it will not be read in full، كل ما تكبر الريبورت بتاعك كل ما يتقلش، الا اللي غاوي بقى طبعا، بس ديت in general يعني. الريبورت لينس قال لك ان هو بيعتبروه inversely proportional to confidence للي كاتبه، يعني كل ما بتطول التقرير بتاعك كل ما تعرف ان انت مهزوز. وذ ليميتس طبعا يعني، في حاجات هنحتاج ان احنا نتكلم فيها كتير بس ده بشكل عام يعني ماشي. طيب رقم 2 قال لك ان احنا محتاجين minimize reporting of largely irrelevant pathology، يعني ان انا هقول لو مثلا انا ببص على حاجه معينه ملهاش علاقه بالبين اللي جاي للعيان ده، بس لقيت مثلا ان في كورتيكال ديفكت مثلا في حته معينه اكتبها، بس ما يعني ما احطش ما اكبرهاش او اكتبها كده باي سايد نوت كده ان هي موجود، ان الحاجه ديت سمول هيومرال هيد كورتيكال ديفكت موجود ماشي، ما اكبرش الحاجه الكبيره يعني خلاص، الحاجه الصغيره اسف. رقم 3 بقول لك ريبورت كلينيكالي ريليفانت نيجاتيف فايندينجز، بمعنى ايه؟ العيان مثلا جاي لك بكاف بي كاف بين كاف بين خلاص، ده كلينيكال، العيان جايبه كاف بي. طيب انت لقيت الفينز كويس، هتنفي الحاجات اللي لها علاقه بالحاله الكلينيكال، فتقول له يا فندم لا مفيش نو دي في تي، نو سوبرفيشال ثرومبوفليبايتس، نو ماسل سترين، انما هتقول له مثلا بلانتيرست اندروبشن، وتنفي الحاجات اللي لها علاقه بالكلينيكال ده ماشي. هي دي الفكره ببساطه في الموضوع كلينيكال ريليفنت ولا الحاجات اللي هي لها علاقه ان فيها وهكذا ماشي. رقم 4 بقول لك افويد امبيجوس ترمينولوجي سوتس اس بروميننت بروناونسد سيجنيفيكانت، الحاجات دي بيقول لك ما تكتبهاش قوي يعني، او ما تكتبهاش تجنبها، اصل ديت يعني احيانا بيبقى عندنا اوفر استيميشن شويه للحاجات دي بالذات في الالترا ساوند، عندنا اوفر دايما استيميشن يعني، اوفر استيميشن ده بروميننت افيوجن مش عارف ايه بروناونسد تير يعني، دايما انت في الاول مره لما تشوف الحاجه اه ده يعني باثولوجي مثلا انت جبته فرحان بيه قوي فتقعد تكبر فيه وكده وبتاع، فتظهر الموضوع ممكن يكون بسيط يعني، انما ممكن نستخدم مايلد ومودريت سيفير او سمول او ميديوم او لارج ماشي. هي دي الفكره كلها، فتجنب الامبيجوس ترمينولوجي الحاجات المجعلصه زي ما بيقولوا ايه. طيب بيقول لك في لما تيجي تكتب افويد يوز اوف الترا ساوند ديسكريبتورز، خاصه كمان في الكونكلوجن بتاعك، فبيقول لك مثلا ما تقعدش تقول لي بقى ايه في الكونكلوجن بتاعك، او الدكتور عايز يعرف ايه الموضوع، تقولوش هايبوكويك ماس بوستيرور انهانسمنت فيش بلاد فلو كولر ايمجنج، انما ممكن تكتب ببساطه ان ده مثلا ليبوما او ليبوماتس ديزيز او الكلام ده كله مثلا يعني. فبقول لك حتى تجنب انك تكتب في الكونكلوجن بتاعتك مصطلحات الترا ساوند، ما تكتبليش مثلا برايت ليفر او هايبركويك ليفر او مثلا يعني او كده، فحاول تتجنب مصطلحات الالترا ساوند في الكونكلوجن بتاعك. طب لو انت متاكد من الفايندنج اللي موجود ده خلاص، زي ليبوما، ليبوما ما حدش يختلف عليها مثلا، اكتب كده في الريبورت ميديوم سايد سبكتينيس ليبوما بريزنت في الحته الفلانيه ميجر كذا في كذا في كذا، اذا سمول نيرف شيست تيومر موجود في الحته كذا كذا كذا، ميديوم سايز كذا في كذا افالزف تيرو فانتيرو فايبرز اوف كذا ماشي. فلو انت متاكد من حاجه اكتبها، ما تقعدش تجود فيها بقى ونقول بقى هايبو كويك ليجن ميجرز ابوت كذا، فيها انترنال سترايشنز ترانزفيرس وفيها كبسول ومش عارف ايه وجود، يا عم هي اسمها ليبوما في الاخر قولها ليبوما وهكذا. طب لو انت مش شور
بس انت ممكن تبقى عارف ايه ممكن تكون ايه. فيقول لك مثلا لو انت مشهور قوي اكتب سمول لايبومز تايب ماس بريزنت ان، يعني انت مثلا شاكك ما بين سبكوتينيوس لايبوما مثلا وما بين فوكال لايبوماتوزس، يعني تجمع دهني في حته كده معينه بس مش لايبوما، بس انت شاكك هل دي لايبوما ولا فوكال لايبوماتوزس او كده، فتقول اه سمول لايبوماتوزس تايب ماس موجوده في الحته الفلانيه. ماشي، دي الفكره ببساطه. لارج ريجولار اريا فايبروتيك تايب تيشو موجود في الحته الفلانيه، زي مثلا انت شاكك دي فايبروما ولا كذا ولا كذا، الحاجات دي كلها. The probable nerve cyst tumor most likely كذا. ماشي، لو انت مش شور. ماشي يا دكاتره، دي الفكره ببساطه. طب لو ما انتش عندك فكره بقى عن النيتشر للليجن زي الكومنتس الجديد اللي كانوا بيحطوها على الجروبات ده حاجه معقربه كده مش عارف ايه بالظبط، هتقول كده ببساطه از ابنورمال سوفت تيشو ماس موجود في الحته الفلانيه نون سبيسيفيك موست لايكلي ممكن يبقى كذا. خلاص، يبقى المصطلحات دي مهمه جدا، وان شاء الله هسيب لكم الفيديو ده بحيث يبقى عارفين هنكتب ايه المصطلحات دي، عشان احنا في الاخر بنبعت لدكتور معالج، فالدكتور المعالج مش عايزين نلخبطه. قول له يا باشا انا شاك ان ديت لايبوماتوس تايب، ده دي فايبرس تايب، ده ديت ويل بناين لوكينج او كده، يعني مصطلحات. يبقى انت ايه بتحاول تحجم على الحاجه اللي انت عايز تشخصها بسهوله. القاعده رقم 9 بيقول لك if you can't completely confirm exclude pathology if you can completely confirm exclude pathology في الالترا ساوند تكتب كلمه present. بمعنى ايه؟ there is no mass present. لو انت متاكد sure there is no mass present. طب لو ما انتش متاكد completely تقولها ايه؟ تقول evident there is no myositis evident. انا مش متاكد بس هتقول الكلمه دي. خلاص، يبقى لو انت متاكد اكتب كلمه present كترمينولوجي انجلش. لو انت متاكد نص نص اكتب كلمه evident زي ما هنتكلم كده. بقول لك avoid ambiguous terminology زي ايه برضو؟ بقول لك no mass noted no mass seen. ما تكتبش كلمه seen او noted وكده، لان انت ممكن يبقى موجوده بس انت مش شايفها، ما بيقول لك كده في البيبر الجميله ديت يعني. فما تكتبش seen او detected او assessed والكلام ده كله. خلاص، طيب try to minimize the use of abbreviations. حاول تقلل الاختصارات بتاعتك، يعني مثلا يقول لك ايه بارشال تيلو فانتيرو تيلو فيبيولار ليجامنت اي تي اف ال، ما تقعدش تقول كده، لا اكتبها كده بلفظها. خلاص، الا بقى لو هتحطهم جنب بعض يعني الاختصار جنب كده ويبقى الدنيا تمام، بس انا من وجهه نظري اكتبها احسن. طيب كده ايه، خلصنا فكره الـ 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 القواعد العامه، ال 12 قاعده العامه. بعد كده بقول لك السيفيريتي، انا دلوقتي في ديزيز موجود وانا عايز اقول له ده اكتبه ازاي. فقال لك لو حاجه كواليتيتيف زي مثلا تينوساينوفايتس مثلا او تندنايتس، دي حاجه كواليتيتيف ما اقدرش اقيسها بايدي طول في عرض يعني، فنقول له مينيمال او مايلد او مودريت او سيفير. اما لو حاجه كوانتيتيف يعني مثلا كوليكشن افيوجن او ويل ديفاين كوليكشن مثلا موجود، سمول ميديوم سايزد لارج الكلام ده كله. خلاص، فدي مهم جدا في الترمينولوجي بتاعه. القاعده رقم 3 الميجرمنت، بقول لك ما تيجيش تستخدم في حاجات معينه ملي وفي حاجات تانية سنتي، يا اما كله ملي يا اما كله سنتي. دي اول نقطه. الحاجه التانية، في بعض الريبورتات ان شاء الله هناخدها مع بعضنا باذن الله هيبقى فيها مالتيبل ميجرمنتس، زي مثلا ميديان نيرف قبل ما يخش وبعد كده في الكنال وبعد كده ما خرج ومش عارف ايه، وهتلاقي نجيبه من فوق قايس كام ومقاسات كده جايين. دي الحاجات زي ديت نحط لها جدول، وبعد ما نحط جدول نحط ريفرنس تحت الايه الرقم اللي انا جبته. يبقى انا الحاجات اللي فيها مقاسات كتيره في اي ريبورت بقى عندك على فكره ممكن تطبقها على الالترا ساوند بتاع الابدومينال او الويستاتريك او اي حاجه فيها اكتر من مقاس اعمل لها جدول، والجدول يكون فيه القيمه اللي موجوده وتحتها الريفرنس بتاعها النورمال زي ما بتوع التحاليل بيعملوا كده. فدي تريكه برضه، هدي شكل تقرير حلو وتبقى فيه مجهود اتبذل في التقرير. يعني عندنا في الماسوسكيتر في بايومتري كتير هناخدها ان شاء الله باذن الله يعني. طيب في مصطلحات لازم تتجنبها اوعى تقولها. بقول لك مالجنانسي كانت بي اكسكلودد ابندسايتس كودنت بي اكسكلودد، عارفين الكلام ده اللي احنا بنقوله كتير ده. فبقول لك طبعا ما طبيعي ان انت المالجنانسي ما اقدرش اكسكلود في اي حاجه في اي سيتويشن، ما تقعدش تكتبها. خلاص، ما تقعدش تفزلك يعني وتقعد تقولها يعني. خلاص، فهي دي التركه كلها. مالجنانسي كودنت بي اكسكلودد، ما تكتبش الكلمه دي لان كده كده اصلا مش اكسكلودد في اي حاجه. الحاجه الثانيه اللي هو clinical correlation is required for clinical correlation، كلمة بصراحة يعني بتخلي الناس طبعا تضحك علينا احنا أشعة طبعا، فزمايلنا تعالى يا باشا وريني clinical correlation بقى، تعالى اقعد في الاستقبال قول لي clinical correlation اللي بتقول عليه. فما تقولش clinical correlation لأنك قال لك إن أنت أصلا أنت راجل دكتور، أنت clinician أصلا، أنت دكتور فاهم طب، درست طب من الآخر يعني. فلما درست طب
انت يعني اكيد فاهم الدنيا ايه، عارف ان في البين ممكن يبقى فيه مايوسايتس، وفي ممكن يبقى فيه سترين، وفي ديفيد، انت فاهم الدنيا في ايه. ما تقعدش تقول لي كلينيكال بقى وكلينش كلينيكال، خلاص يبقى انت راجل، انت اصلا كلينيشن اساسا، فاضل بس انت تكتب علاج، وحتى كمان العلاج ممكن يكتبه في حالات الدي في تي زي الكليكسان بالتركيزات معينه بتاعته والكلام ده كله، ماشي، في الحالات الطارئه طبعا يعني. ففي حاجات ماست بي افويدد وناخد بالنا منها ما نكتبهاش. ديفرنشال دايجنوزيس من الحاجات الجديدة بقى اللي احنا محتاجين نتعلمها في الالترا ساوند بشكل عام. لا دكتورة ايمان كله لا كلينيكال ولا لاب، بالله عليكم دي الكلام جايد لاينز، الناس المحترفين بتوع السونار، علماء السونار في الغرب زي ما بيقولوا اهوت، هم يعني لانه كان بدأوا يكتبوها فترة كده، فقال لك لا مش محتاجين نكتبها بقى، انت اصلا بتاع كلينيكال اكتب يا باشا اللي عندك، هو بقى ما هو كده كده هيروح يعمل له كلينيكال بقى ولا يعمل له، مش عايزين نقعد نجاوب كتير يعني، خليك واثق من نفسك والدنيا تمام خلاص. حتى في حالات الابنسايتس انت شاكك فيها ما تقعدش تقول له كلينيكال كور، انا مش شايف سونوجرافيك فيتشرز اوف ابنسايتس، ما تقعدش بقى تقعد تتفزلك وتقول له فور كلينيكال ولاب واعمل له سي تي، ما لناش فيه بقى خلاص، يبقى احنا نروح في الالترا ساوند فيرزر ايفالويشن والحاجات الظريفه دي مفيش مشكله. طيب من الحاجات اللي احنا محتاجين نتعلمها بقى سواء في الالترا ساوند بشكل عام او الماسو سكيلت على الوجه الخاص، انت دلوقتي شايف ماس سبكتينيوس هايبوكويك ماس خلاص، ويل ديفايند ميجر كذا كذا الكلام ده كله. في الكونكلوجن بتاعك هتكتب ايه؟ قول له يا باشا انا دلوقتي في سبكتينيوس ماس فايبرس او ليبوميتس او الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها من شويه، شكلها بناين لوكينج كابسوليتد سيبربل ماس راوند ستراكشر. نكتب بقى ديفرنشال دياجنوز اهم ثلاث حاجات، يعني نقول له مثلا دي ممكن تكون يا باشا ليبوما، اتيبيكال ليبوما، ممكن تكون فايبروما، ممكن يكون مثلا اندوميتريوم مثلا يعني. طيب لو انت قلت ثلاث حاجات رتبهم من وجهه نظرك ممكن تكون ايه وحسب الكلينيكا اللي انت شايفه بتاع العيان، فتقول له مثلا موست لايكلي ده نيرفيشس تيومر، اورجانيزد هيماتوما، ده بعد تك انتر يعني، اورجانيزد هيماتوما از انذر ليس لايكلي بوسيبيليتي او سكند بوسيبيليتي از اورجانيزد هيماتوما، شد انتر ساركوما از كونسيدرد ان لايكلي فور الترا ساوند جايدد باي اوبسي او از ريكومندد فيرزر انفستيجيشن ريكومندد بالنسبه خلاص ماشي. فالموضوع كده، يبقى انا دلوقتي عايزين نتعلم اي حاجه انت مش واثق فيها او مش متاكد منها 100% هتكتب ثلاثه ديفرنشال دايجنوز، وهنتعلم ان شاء الله معانا مع بعض في الكورس باذن الله ايه الديفرنشالات اللي هتنط من العقل الباطن كده معايا ليشن هتقابلك، 1 2 3 موست لايكلي كذا، وشد انتر ديفرنشال دايجنوز، سكند بوسيبيليتي كذا، والثيرد بوسيبيليتي كذا، واحنا الانفستيجيشنز اللي بننصح حضرتك بيها يا دكتور اعمل بايوبسي او اعمل لها ام ار اي او ايا كان بقى الفور انفستيجيشن اللي احنا طالبينها يعني، او عشان نتاكد بس تكون متاكد منها، ما يكونش فحص مش مطلوب يعني خلاص. طيب سادس حاجه الكونكلوجن، كونكلوجن قالوا نقطتين، قالوا يا باشا يكون بريسايز يعني واضح، و بيخاطب الكلينيكال كويتشن، لان الدكتور بيبعت لك بيقول لك يا باشا انا دلوقتي انا الراجل ده بيشتكي من شولدر بين، هتكتب له كده في كونكلوجن اكوردنج تو بيشنت كومبلين ما بين قوسين كده شولدر بين ايفيدنس اوف تينوساينوفايتس او بايسبس مثلا، او الراجل عنده سوبراس باينيتس تندينوزس او عنده ايا كان اللي موجود يعني خلاص، اكوردنج تو كاف بين ايفيدنس اوف او سونوجرافي فيتشرز اوف بالنتالس تندون رابشر خلاص ده شغل ما في، وتنفي بقى مفيش دي في تي مفيش الحاجات اللي احنا قلنا عليها من شويه، فيبقى التقرير طالع انت بتجاوب على سؤال الدكتور اللي بعت لك الحاله فيها كذا يا باشا، ولو مش وتنفي الحاجات اللي لها علاقه بالكلينيكال اسبيكت اللي جاي لك بيه زي ما قلنا الكاف بين ديت دلوقتي انا شخصت بلانتاريز تندورابشر خلاص انا متاكد ماشي. طيب وانفي بقى مفيش دي في تي يا باشا، مفيش مايوسايتس، مفيش تينوساينوفايتس كده يعني، حاجات اللي لها علاقه بالقصه دي ماشي، وليست سبيسيفيك ابنورمالتيز فورد ان اوردر اوف كلينيكال ريليفانس يعني تدول الديفرنشالات الكلام ده كله. البيبر هي عنوانها واحد اسمه ادوارد عملها هاو ميكس ا جود الترا ساوند ريبورت، ده كان بيتكلم في الترا ساوند بشكل عام، واحنا ايه حاولنا نحبكها كده على الماسوس كده يعني معموله سنه 2014 من الحاجات الحلوه، وان شاء الله بسيب لكم العنوان بتاعها في الجروبات وكده بحيث اللي عاوز يقراها بشكل كامل، دي ملخص للبيبر يعني ماشي. كده ببساطه خلصنا الجزء الاول من المحاضره بتاعتنا، انت ازاي تسوق المكان الاول لغايه اما تكتب التقرير بتاعك كويس، لسه ما اتكلمناش بقى في الايه في الحاجات التريكات اللي جوه بقى، احنا دلوقتي بنتكلم الفريم العام الجهاز اللي هتستخدمه وتدور على زرار ايه، والريبورت لما تيجي تكتبه ازاي.